لا اسمعوا القصة هذه. هذول الاثنين متزوجين زي الكناري، يحبون بعض، لكن عندهم مشكلة ان الزوجة تعرف تطبخ لكن معيار الملح بدل ما تحطه شوية تحط هنا، قتل الزوجة. جاه الضغط، يقول بعد ما اتغدى انسدح في الصالة اشرب لبن لين يطلع مع خشمي، يقول جاني ضغط من الملح. يقول الموت مو بهنا، انه اذا جت حطت الغداء ولا العشاء قالت ها ايش رايك يهبل حلو ما ادري ايش، يقول اجاملها احبها واجبر بخاطرها يهبل حلو. يقول ما قدرت اصبر، ادور خطه طريقه، يقول اروح السوبر ماركت واجيب ملح علبه مختلفه، قلت هذه من جبال الالب من الصخري من ما ادري ايش، هذا ملح قوي، لا تحطين الملح هذا كامل، حطي نصف معيار اللي انت تحطينه لانه دبل هذا قوي. يقول والله ضبطت الخطه، يقول بديت اكل وبديت احس بطعم النعمه، يقول لين انسدح في الصالة من الأكل الطيب. يقول بعد فترة واكتشفت، ويقول صرت أمون عليها وعلمتها وهي علمتني، يقول وصارت قصة من تذكر يعني من التاريخ يعني، وشيء جميل في حياتهم. نستفيد من القصة هذه أنه بعض المتزوجين إذا شاف خطأ عند زوجته قلب البيت فوق تحت. ترى المرأة إذا بينت لها خطاها من خلف التريلات، يعني سوي انك ما انت فاهم او تغافل وجيبها بطريقه حلوه، ترى تتغير 180 درجه، تقول لها هذا ابيض تقول لك هذا ابيض دبل، هذا اسود تقول لك هذا ابيض دبل دبل دبل. تحب الحياه، تبغى تعيش، تبغى تكون حياتها حلوه، بس انت شجعها، مو بتكسر البيت انت ما تعرف تبغى هذا البيت خايس طعم، لكن حقك يا اخي جبر الخواطر عباده، وخيركم خيركم لاهله، وحاول انك انت تكون مدرسه، وهي بإذن الله تعالى ما تكون مدرسة، تكون مديرة المدرسة عليك بإذن الله يوم من الأيام. الله يحفظنا وياكم. استفدتم القصة انشرها.